الذي ينضم إلينا مجد الدين شكري مراسل الغد. مجد، أهلا بك. ما هي آخر التطورات أولا في ظل الخسائر التي كبدها التحالف، تحالف دعم الشرعية للحوثيين في محور صعدة؟ نعم جمانة، يعني محافظة صعدة أو محور صعدة يشهد تصعيد عسكري من قبل قوات التحالف العربي والقوات اليمنية في عدة مناطق، خاصة منطقة كتاف والبق. ويبدو بأن هذا التصعيد جاء بعد محاولة الميليشيات إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الأراضي السعودية في خلال الساعات القليلة الماضية. التحالف العربي كان قد أعلن عن شن ضربات مركزة ومكثفة على مواقع وتحركات الحوثيين، وأيضا هناك معلومات وردتنا بأن بعض الغارات الجوية استهدفت منطقة مران التي تعتبر أو تعد المعقل الرئيسي في محافظة صعدة لعبد الملك الحوثي زعيم ميليشيات الحوثي. أيضا هناك غارات أخرى استهدفت منطقة رازح وأيضا منطقة شدا والخطوط الرابطة بين مناطق رازح وشدا، وهي خطوط تستخدم من قبل الميليشيات التعزيزات والأمنيات العسكرية. نعم مجدي، يعني خلال الساعات الأخيرة قوات التحالف المقاومة استطاعت أن تحقق تقدم استراتيجي نحو الحديدة، هل اقتربت من تحريرها وما هو الوضع هناك؟ نعم، المعركة لا تزال مستمرة حتى هذه الأثناء بين قوات المقاومة المشتركة و فصائل من الجيش اليمني من جهة، وأيضا ميليشيات الحوثي من الجهة الأخرى. بحسب المعلومات الواردة من هناك، يعني خلال الساعات القليلة الماضية هناك تصعيد عسكري كثيف تقوم به القوات اليمنية أو قوات المقاومة والجيش، مسنودة أيضا بقصف بحري من قبل البوارج العسكرية والحربية التابعة للتحالف العربي، وأيضا هناك غارات لطائرات الأباتشي تقوم بها على مواقع وأيضا تحركات الحوثيين، خاصة في مناطق الفازة في مديرية الحيتة وأيضا منطقة بيت الفقيه الواقعتين في الأطراف الجنوبية من محافظة الحديدة. وقوات التحالف لا تزال يعني تدرس إمكانية أو آلية للهجوم على المدينة حتى هذه الأثناء. هذه الهجمة والعملية العسكرية لمباغتة مواقع الحوثيين داخل مدينة الحديدة لم تبدأ بعد، والقوات لا تزال على بعد أكثر من 10 كيلومترات عن مطار الحديدة. نعم مجد الدين شكري مراسل الغد، كنت معنا من تعز.